عليكم أعزائنا الطلاب. اليوم عندنا مثالين على موضوع إنتاج النظائر المشعة باستخدام طريقة الانحلال المتسلسل المتشعب اللي أخذناها واشتقينا معادلاتها. فرح ناخذ مثالين بهذا الفيديو، وبعدين فيديو جديد أمثلة محلولة على انحلال ألفا وبيتا. فنبدي المثال الأول، قول عينة من البزموث النقي بي اي 210 ذات فعالية ابتدائية 10 ملي كوري، فعالية ابتدائية يعني طعنا الاي نوت مالها، عمرها النصفي 5 ايام، انحلت الى بولونيو بي او 210 والذي عمره النصفي 138 يوم. احسب اعظم فعالية يصلها البولونيو، اعظم فعالية يصلها البولونيو. فاحنا مثل هيك اسئلة لازم نعرف من هي النواة الام ومن هي النواة البنت. فواضح من السؤال انه البزموث هو النواة الام والبولونيوم هو النواة البنت. فمن يريد احسب اعظم فعالية يصلها البولونيوم، معناه لازم نتعامل مع معادلة N2. احنا مو اشتقينا N1 وN2 N3، فهنا اللي نحتاجه هو عدد النواة للنواة البنت بعد ما نضربها بلندا حتى نحصل فعاليتها. طبعا الفعالية اما نحسبها من الاي تساوي اي نوت اكسبونينشال، هاي ما تفيدنا هنا المعادلة، او نحسبها من عدد النواة، عدد النواة نضربها في لمدا تعطينا الفعالية. فاذا نبدي بالبداية، طبعا هاي الان 2 هي لمدا 1 ان نوت على لمدا 2 ناقصا لمدا 1 اكسبونينشال ناقصا لمدا 1 تي ناقصا اكسبونينشال ناقصا لمدا 2 في تي. هاي المعادلة الرئيسية. طبعا هنا ما اقدر مباشرة احسب الاي، لازم اعرف التي شنو بيش اعوضه، زمن الانحلال بيش اعوضه. من قال لي احسب اعظم فعالية، معناه لازم احسب التي ماكس اللي اخذناه واشتقيناه، تي ماكسيمم اعظم فعالية. فبالبداية لازم احسب التي ماكس اللي هي هاي علاقته يساوي لي لين لمدا 2 على لمدا 1 على لمدا 2 ناقصا لمدا 1. زين، عندنا اللمدا 2 واللمدا 1 عندنا نعطينا عمر النصف، نعطينا عمر النصف، فمن عمر النصف اقدر احسب اللمدا 2 واللمدا 1. راح نيجي نعوض، اذا اللمدا 1 يساوي لي 0.693 اوفر 5، هذا الفايف عمر النصف يطلع لي هالقد يوم، وس ناقص 1، ولمدا 2 ايضا مع عمر النصف يطلع لي. فحسبنا اللمدا 1 واللمدا 2 من الاعمار النصفيه، اذا تي ماكس عوض يطلع لي باليوم، بعدين احوله بالثانيه. الان هاي المعادله اقدر استخدمها بعد ما اضربها في لمدا 2. ليش لمدا 2؟ حتى ان 2 في لمدا 2 يعطيني الاي 2، لمدا 2 في الان 2 ينطيني اللمدا 2. فضربنا الطرفين بلمدا 2، بعدين راح نجي اذا هاي من ضربتها بلمدا 2 صارت عندي اي 2 ماكس، لان هو دريد اعظم فعاليه. نجي هنا الان لمدا 1 في ان نوت هو الاي 1 او الاي نوت اللي هي 10 ملي كوري، وباقي الثوابت موجوده، وهذا التي راح نعوض بداله تي ماكس. فكل كلها صارت عندي الثوابت معلومه، نعوض تطلع اللي 0.2 ملي كوري. هاي بالنسبة للمثال الأول. بالنسبة للمثال الثاني يقول ما هو النشاط الإشعاعي، ما هو النشاط الإشعاعي يعني ريد الأكتيفيتي للنظير يورانيوم 234 اللي عمر النصف إلى 2.5 × 10^15 سنة اللازم لإنتاج نظير الثوريوم والذي عمره النصفي 75400 سنة وبفعالية 4.3 × 10 تحلل لكل ثانية عندما تكون النويتان في توازن إشعاعي انتقالي، في توازن إشعاعي انتقالي. إذا قلنا أيضا لازم نعرف ياهو النواة الأم، هنا اليورانيوم عمر النصف ناطينية، النواة البنت هي الثوريوم عمر النصف ناطينية بفعالية هلقد. هاي الفعالية المن تعود للنواة البنت، لان قال لي لازم لانتاج نظير الثوريوم والذي عمر النصف هالقد بفعاليه هالقد. فاذا هاي نطعنا الاي 2 عندما تكون النويتان في توازن اشعاعي انتقالي. اذا شي يريد الاي 1 اذا علمت الاي 2.
طبعا هنا من قال لي توازن اشعاعي انتقالي، احنا عندنا نوعين من التوازن، توازن اشعاعي انتقالي وتوازن اشعاعي الابدي. فقلنا اكو علاقات استثنائيه نقدر نستخدمها لمن يقول كلمه توازن اشعاعي انتقالي او ابدي. الابدي قلنا الاي 2 تساوي الاي 1، والانتقالي اكو علاقه تربط بين الاي 2 والاي 1. فاذا هاي العلاقه في حاله التوازن الاشعاعي الانتقالي اي 2 الى اي 1 تساوي لامدا 2 على لامدا 2 ناقصا لامدا 1. طبعا شلون اعرف هذا انتقالي؟ ايضا نلاحظ ان عمر النصف للنواه الام هو اكبر من عمر النصف للنواه البنت، هو اكبر من عمر النصف للنواه البنت. فاذا كل المعلومات موجوده عندنا. ايضا اللمدا راح نطلعها من عمر النصف، لمدا 1 تساوي هالقد ولمدا 2 تساوي هالقد. فمجرد ما اجي اعوض الاي 2 موجوده عندنا، ايضا الاي 2 موجوده عندنا، فيطلع لي الاي 1 هو تحلل لكل ثانيه. هاي ما يتعلق بهاي المثاليه اللي تخص موضوع التحلل الاشعاعي او انتاج النظائر المشعه بطريقه الانحلال المتشعب المتسلسل.